عليكم. اليوم هنشوفوا مع بعضياتنا طريقه ناجحه للخبز. كنعرف بزاف ديال الناس كيعجنوا الخبز مزيان، كيدلكوا الخبز مزيان، كيخرج لهم قاصح، خاصهم يغطوه بزاف باش يرطب. مي اليوم هنشوفوا الطريقه هذه ونعطيكم شويه ديال الافكار وشويه ديال وهما دبت ديتاي صغيورين كيخرجوا لنا نتيجه زوينه في الخبز. مبدئيا انا ما الفكره ماشي في العجينه، الفكره في طريقه الطبخ وهنشوفوها مع بعضياتنا. انا عندي هنايا تقريبا كيلو ديال الطحين، وما كاملش كيلو، مي تقريبا مخلطه زرع مع فرش مع فينو. تقدروا ديروا نتوما مثلا كيلو الا ربع ديال الفرش، ديروا فيه زلافه ديال الفينو، اولا كيلو الا ربع ديال الزرع ديروا فيه زلافه ديال الفينو، ما ماشي مشكله. ديروا العجينه كما بغيتوا، ما عندناش. في كيلو ديال الطحين كنستعملوا 22 غرام ديال الخميره. انا هنا ما وصلش عندي كيلو ديال الطحين، مي هنستعمل 22 غرام ديال الخميره. غنعزز الخميره لسبب، لان حنا عندنا البرد باش الخبز ديالي يخمر دغيا. ثانيا الملحه، نحاول نبعدها شويه هنايا، شويه الملحه. والخطوه الثانيه سنيده، ندير واحد المعلقه ديال السنيده نحطها هكا شويه في الخميره، معلقه كبيره. هنعجن هذا الشيء، نخلط العجينه ديالتي بشويه ديال الماء دافي ونديرها تعجن. ماشي العجينه ديالتي هي تعجنات، ما خفيفه ما غليظه. نعطيها واحد الشكل صغير باش تجينا بحال، باش يجيونا بحال الخبيزات ديال لي باتيسري، بحال داك الخبز الصغير اللي كناخذو في العراسات وفي المناسبات. صغير واحد الخبز هكا، ناخذو غير التشكيله غير صغيره بحال هكا، يعني تقريبا القياس ديال الرغيف. كتسمو كيما كتعرفوا هي خبزه لواحد. نحاولوا نعطيوها شكل مدور زوين، نهبطوها غير شويه بحال هكا شويه ونخليوها تخمر. كنجيبو شي موس عندنا ماضي وكنحاولو نديرو ليها واحد جرحة. انا موسي ما ماضيش مزيان، ما عنديش هكا. اولا لام ضروري هاد الخطوة ديال هاد الجرحة باش كنعطيوها شكل جمالي. كنرشو عليها شوية ديال الطحين البيض، نديرو لها البلاستيك الغذائي وكنخليوها في شي كوان سخون باش تخمر مزيان. نقدروا نغطيوها بحاجه اخرى، انا البلاستيك الغذائي كنضمن انه هيزمتها. الخبز ديالنا خمر، خدا هذا الشكل هذا. غندخلو الفران على درجه 180 تقريبا مده 25 دقيقه. انا ياخذ لي لونها نخرجو، ولكن اهم حاجه الى الفران ديالنا من نوع جديد اللي كيخدم بالبخار نخدمه على درجه البخار.
ولا فران عادي، نديرو زلافة فيها الماء وندخلوها نحطوها لتحت مع الخبز، فديك الزلافة تغلي وهتعطي البخار وسط الفران ويعطينا النتيجة اللي بغينا إن شاء الله. هذه الفكرة، كنديرو هذا سليفة فيها الماء وكندخلوها الفران، مع اني نورمالمون عندي البخار، هذا البخار اللي كنهضر عليه، ديرو على هاد الدرجة. هذه الخبيزات ديالي وجدوا، كنتمنوا ينالوا الاعجاب ديالكم. باش كنعرفوا بلا طابو نسمعوا هاد بالضبط بالضبط الخبز اللي كناخذو من الزنقة، كتبقى الاحجام كل واحد حر في الحجم اللي هو بغى. وكنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، واذا عجبتكم تابعوني الصفحة ديالي نوى الفصالي، وكونوا متأكدين الخبز كيجي رائع رائع. انا نحل وحدة قدامكم، بصح بصح كونوا متأكدين الوصفة جد 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 جيدة، وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم.